طيب كابتن أسامة، لو قلنا رجل المباراة اليوم، بيرسيتاو طبعا. بيرسيتاو لا طبعا، اصله وضوح، جاب جونين وشارك في الجونين وكان بيتحرك كتير قوي، يمكن اكتر واحد كان متحرك النهارده في فرقه النادي الاهلي. ونتمنى ان هو يبقى مركز كتير في احراز الاهداف لان هو بيتحرك كتير يصنع الفرق، لكن لما بيجيبش اهداف وهو بيتحرك كتير وبيضيع بيبقى درجته بتقل عند الجماهير، لان المهاجم تملي بالذات كمان المهاجم بيقاس جدا باحراز الاهداف. مزبوط. فهو النهارده طبعا رجل المباراه بوضوح لانه جايب جونين وعامل جونين. كابتن عادل رجل المباراه اليوم. بيرسيتاو. كابتن بلال. بيرسيتاو اكيد، هدفين واثنين اسيست وتحرك جيد جدا جدا جدا. والحقيقه هو تحركاته جيده في الماتشات اللي فاتت كمان، يعني هي مشكلته كلها في اضاعه الاهداف. فالنهارده لما بيسجل يعني فطبيعي تديله رقم واحد، لما ما بيسجلش مش هتديله، واحنا كمان مش هنديله. كابتن علاء. هو بيرسيتاو اكيد. وانا مع الكباتن برضو، صوتي زيهم بالظبط، بيرسيتاو هو رجل مباراه اليوم. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.